الأزمات عم تكبر بالبلد، الحلول صارت صعبة. إذا مش سوا لقينا هالحلول ما رح فينا نطلع من الأزمة، وخاصة أزمة المدارس. فعلاً إن كان أهل أو إدارات أو أساتذة عم نعيش هالأزمة، ولكن قدام هالأزمات بنشكر الأيدي البيضاء اللي عم بتساعدنا، من ضمنها برنامج فرصة يلي هي عم بتساعد مدرستنا وأكيد غير مدارس تنطلع من هالأزمة، وبنقدر نوصل ونوصل رسالتنا التربوية لكل طالب بمدرستنا.